هبوب عاصفة حولهما صارعا متسلقان لشق طريقهما بمنطقة برية نائية من كريستي ديوت كولورادو. عندما بدأ الليل يحل أدرك المتسلقان أن عليهما التخييم لتلك الليلة. في وقت لاحق من الليل شيء ما غزا مخيمهما. ماذا رأى المتسلقان في تلك الليلة؟ هل كان دبا يبحث عن طعام؟ أم هل كان شيئا غامضا أكثر؟ أيمكن أن يكون الوحش الأسطوري المسمى بيكفوت؟ منذ آلاف السنين ثمت تقارير عن وحوش ضخمة كثيفة الشعر من أجزاء متنوعة من العالم، بعضها يشبه الإنسان كثيرا في طريقة تحركها وحجمها الضخم، وحقيقتها تظل لغزا. في العصر الحديث للمدينة الكبيرة يصعب التصديق بأن المناطق البرية الواسعة موجودة ومناطق عديدة منها لم يلمسها البشر مطلقا. عند تذكر هذا لن يصعب التصديق بوجود هذا المخلوق وبأنه يظل غير مكتشف طيلة هذه السنوات. الآلاف من آثار الأقدام الغريبة ومشاهدات شهود العيان أضافت إلى لغز هذا الوحش الأسطوري، ولكن هل هي دلائل حقيقية تشير إلى وجود وحش؟ أم أنها مجرد أكاذيب زودت المخادعين بوسيلة لتدبير خدعة متقنة؟ سنبدأ بحثنا عن أجوبة بعد قليل. لغز لا يمكن تفسيره، أحجية تتحدى المنطق، جواب مفاجئ غير متوقع. مواجهة لغز كهذا عن قرب قد تغير حياتك إلى الأبد. وجها لوجه مع أعظم الأحاجي على مر العصور، أعمق ألغاز العالم تمتد إليك وتؤثر على حياتك بطرق لم تتصورها. وقائع غامضة. وقائع غامضة. ثمة أسطورة قديمة بين الأمريكيين الأصليين تنقلتها الأجيال عن جنس مخلوقات عملاقة يسميها الهنود ساسكواتش، وتعني الرجل كثيف الشعر. ولكن بالنسبة إلى معظمنا نعرف هذا المخلوق ببيك فوت. في أواخر القرن التاسع عشر عندما وصل المستوطنون البيض أقصى الغرب، صادفوا قصص أمريكيين أصليين عن مخلوقات ضخمة كالبشر عاشت في الجبال. كانوا يخشون هذه المخلوقات لأنها تسرق النساء والأطفال أثناء نومهم كما يبدو. في أبريل عام 1840 كان الكاهن إلكاني وولكر يعمل مع قبيلة سبوكان في مهمة تبشيرية. كان قلقا لأنه وجدهم يؤمنون بالخرافات، وهذا بناء على قصص سمعها عن مخلوقات ضخمة كالبشر تنزل من الجبال وترمي بالحجارة على البيوت ورائحتها كريهة. كانت تسرق السلم من الشباك وتأكل هنيئا. أثار أقدامها بطول قدم ونصف. هل كان الهنود مجرد قوم يؤمنون بالخرافات؟ أم هل رأوا فعلا شيئا في الغابات؟ التفاصيل الموجودة في رسالة الكاهن وولكر مثيرة عند مقارنتها بقصة مشاهدة بيكفوت قبل 80 سنة. وقعت أشهر قصص مشاهدة بيكفوت في صيف 1924 عندما قام 5 رجال برحلة صيد في الغابة الوعرة قرب جبل سانت هيلين لمشاهدتهم آثر أقدام ضخمة وغير محددة بالغابة سابقا. كان الرجال يقظين، ولكن لا شيء سيحضرهم لما هو يوشك على الحدوث. أصيب المخلوق وربما قتل، ولكن عمال المنجم لم يأخذوا الوقت للتحقق من هذا. عند وصولهم كوخهم استعد الرجال ليرتاحوا بعد تعب، لكن ساسكواتش كان لديه خطط أخرى. تعرض الرجال للهجوم. مهما كان ما يكمن في الظلام فإنه كان يسعى إلى الانتقام. استمر الهجوم طيلة الليل، والمنقبون يستخدمون أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم.
عندما جاء الصباح أخيرا هرب عمال المنجم إلى أسفل الجبل، وهم خائفين لكنهم شاكرون لبقائهم على قيد الحياة. أخبر الرجال مراسل صحيفة محلية عن مهاجمة حيوانات ضخمة شبيهة بالغوريلا. قالوا إن هذه الحيوانات كانت مغطاة بشعر أسود طويل. الأثار التي تتركها وراءها يبلغ طولها 14 إنشا. طيلة حياتهم لم يتراجعوا عن الرواية، ولكن هل هي حقيقية؟ إذا صح هذا فأي حيوان هو؟ ثمة آلاف التقارير عن أشخاص ادعوا رؤية ساسكواتش، وغالبيتها متسقة كثيرا، وأنا أميل إلى تصديق رؤيتهم لحيوان بري حقيقي فعلا. يبدو أن ساسكواتش حيوان يمشي على قدمين كالإنسان، ولكن الجسم يميل عادة قليلا إلى الأمام عند الوركين. يتنوع حجم الجسم من 6 إلى 9 إنشات تقريبا بالارتفاع، ووزن الجسم للبالغ من الساسكواتش حوالي 500 إلى 800 باوند أو أكثر قليلا. ساسكواتش يتصف دائما بأنه مغطى بالشعر لإنشين أو 4، وغالبا ما يكون اللون البني الغامق أو الأسود، ونادرا ما أبلغ أنه مائل إلى الحمرة أو إلى ألوان خفيفة أخرى. ذراعه يتدليان حتى الركبتين، لأن طريقة مشيه تتم برفع الركبتين عاليا. ثمة بضعة أمور مثيرة بشأن وجه ساسكواتش. إنه أشبه بالقرد لأن الفم ليس ناتئا كفم الغوريلا، والأنف مسطح وعريض نسبيا، وملامح الجبين بارزة للغاية، والجبهة متراجعة كثيرا. هذه صفة شبيهة بالقرد. أكتاف القرود في العادة تكون مرتفعة، والأنف تحت مستوى الكتفين، وكذلك الأمر مع ساسكواتش. فإذا أراد الاستدارة برأسه فستكون المسافة قصيرة حتى يصطدم بكتفيه، وهي كالقرود، فإما تلف رؤوسها للخلف لترى أو تلف أجسادها كلها. تشمل تقارير شهود غالبا وصفا لرائحة كريهة قوية منها، وفي مناسبات نادرة يقال إنها تصدر صراخا وعويلا مرتفعا مما يخيف الآخرين. جزء من المشكلة التي نواجهها لإثبات أن هذا المخلوق حقيقي أنه تتم مواجهة العلماء بوصف لمخلوق لا يتفق مع أي مخلوقات صيد أمريكية شمالية كبيرة، وما تتفق معه هو القرود أو ما هو أسوأ، وقواعد العلماء غير مستعدة للاتفاق مع هذا الاحتمال. أعتقد أن اكتشاف دليل صلب عن ساسكواتش أو بيكفوت سيكون نصرا كبيرا للإنسان العادي، وسيكون مصدر إحراج للعلماء كما أرجو، لأن العلماء برأي انسحبوا من دراسته، وأشعر بالأسف على من قدموا هذه التقارير ورأوا هذه الأشياء. قد يكونون صيادي دببة خبراء ويمكن الإصغاء إليهم. لقد تعرضوا للسخرية، وهو وضع سيء للغاية، ويزعجني أن معظم هؤلاء الناس يتطلعون إلى تفسيرات العلماء. التفسير الشائع لدى العلماء هو إساءتهم بتحديد الدببة أو أنها خدع أو أشياء كهذه، ولم يفكر معظم العلماء في احتمال أنه حيوان حقيقي. معظم الناس الذين شاهدوا أدلة لم يوثقوها أو يقوموا بتسجيلها، فهذا بالطبع ليس عملهم، لذا لم يتم تسجيل وتوثيق أدلة كثيرة. وهذا يزعجني، لأن العلماء يخبرون الناس بأنه مزاح وخداع وعليكم أن تنسوه، وقد فعل الناس هذا. لذا فإنني أعتقد أن هذا سوف يغير نظرتنا إلى العلم، لنعرف أن العلم ليس مليا بالفضول كما نعتقد عادة، إنه مليء بالكثير من العقول المغلقة، وربما علينا إدراك هذا والتأقلم معه.
لأن ساسكواتش يبدو حيوانا غير عادي أو حقيقي، فهذا لا يشكل دليلا قويا على عدم صحته. تخيلوا أنكم وصفتم لرجل حيوانا لم يسمع به مطلقا، مخلوقا طوله حوالي 16 قدما ونصف طوله هو عنقه، وتلقيتم ردا يدل على الشك، وأن لديه قرنين مغطيين بالشعر على قمة رأسه وكرتين مستديرتين على الأطراف، فإنكم ستفقدون مصداقيتكم كلها. ولكن هذا هو شكل الزرافة. والآن حاولوا أن تصفوا الفيلة للمتشككي نفسه. ثمة أمثلة عديدة على أشخاص اكتشفوا أجناس حيوانات مجهولة تعرضوا للاستهزاء حتى قيل إنهم محتالون. أقرب مثال هو حيوان منقار البط الموجود في استراليا، ورغم رؤية العلماء للجثة أمام أعينهم ظنوها مزيفة، لم يصدقوا أعينهم، كانت مدهشة بشكل لا يصدق. إذا كان المخلوق بيج فوت موجودا فعلا، هل هو وحش كما يسميه البعض؟ أم حيوان مجهول لا يضمر لنا الأذى؟ لنسمع شهادة شاهد عيان اسمه بيلي رايلي، ستحكمون على هذا. ليلة واجهت بيج فوت وجها لوجه، كنت شابا صغيرا وقد غير هذا حياتي إلى الأبد. كان ذلك في صيف عام 1972، حيث ذهبت أنا وصديقي لبيت صديقته خارج البلدة، واتضح أن الأمر مضجر. وفق رأيي على الأقل تركته هناك وبدأت أمشي باتجاه طريق الشارع الرئيسي. استطعت سماع أصوات الأبقار عبر الحقل، كانت تصدر ضجة كبيرة. نظرت لأرى ما يحدث، رأيت ما حسبته مزارعا يطارد الأبقار. ظننت هذا غريبا لأن الوقت متأخر، ثم سمعت صوتا لم أسمع مثله في حياتي. أدركت فجأة أنه ليس مزارعا، لم أصدق عيني. كان ذلك الشيء الضخم يتجه نحوي، كان طوله أكثر من 10 أقدام ومغطى بشعر مائل إلى الحمرة. عرفت أنه كان علي الهروب بأسرع ما بوسعي، ولكنني كنت وسط المجهول ولا شيء حولي إلا بيت صغير. وصلت إلى جدار المزرعة في جزء من الثانية، لم أنظر خلفي لأرى إن كان قريبا مني. كنت أستطيع شم تلك الرائحة الكريهة، وقد كنت أعرف أنه ورائي مباشرة. كان كلب المزارع يعوي وينبح وأنا أقوم بالطرق على الباب، وظهر المزارع أخيرا ونظر من النافذة، كان غاضبا. وحال ما شاهد الوحش أصبح وجهه شاحبا من الخوف، وتركني في الخارج لأدافع عن نفسي. لم يكن بوسعي أن أفعل الكثير، فانحنيت وصليت لمعجزة، وبالسرعة التي ظهر فيها اختفى عبر الحقول ولم أشاهده مجددا. تم الإبلاغ عن مشاهدات قليلة وفي نفس موقع التجربة التي مررت بها. منذ ذلك الحين أنشأت منظمة بيج فوت باسترز. الفكرة أنه عند مشاهدة أحدهم لبيج فوت في أي مكان أن يتصل بمنظمتي لنحقق في الأمر. هدفي الرئيسي توفير دليل علمي غير قابل للرفض أو الإنكار على وجود ذلك الشيء. هل يمكن إثبات وجود بيج فوت؟ أم هل شهادات الشهود جزء من خدعة لجذب الانتباه؟ ولكن ماذا لو صدرت القصة عن مصدر موثوق مثل رئيس الولايات المتحدة؟ كان تيدي روزفلت رجل حدود يستمتع بالخلاء. قبل أن يصبح رئيساً عام 1901 عمل في مزارع في الغرب. آنذاك قابل رجلاً اسمه بومان أخبره بقصة لا تنسى. كان بومان ناصب فخاخ لحيوان القندس عندما علق هو وشريكه في منطقة نائية في أيداهو وتعرض للهجوم من حيوان ضخم يمشي على قدمين وذي رائحة كريهة وعويل مرتفع. كذلك تحطم مأواهما مرتين وهما ينصبان فخاخا. عندما تعرضا للهجوم ذات ليلة قررا المغادرة. قبل أن يجمعا فخاخهما كلها والذهاب قتل الشريك نتيجة كسر عنقه. يبدو أن القصة أثارت اهتمام لأنه اختار تطبينها في كتاب رحلاته عن المغامرات الغربية. لقد تأثر بسبب ارتجاف بومان أثناء روايته القصة كما يذكرها. هل يحتمل أن ناصب الأفخاخ كذب حول تجربته؟ ألم يعتقد روزفلت هذا؟ وماذا عن بيلي رايلي؟ هل قصته حيلة؟
ولماذا سيكرس حياته لإثبات وجود شيء لم يره؟ أخيراً أكان عمال المنجم بجبل سانت هيلين يكذبون حول تعرضهم للهجوم بالكوخ؟ حتى يوم وفاتهم لم يتراجع أحد منهم عن قصته رغم مواجهتهم بعدم التصديق لمشاهدتهم بيكفود. أتاني هذه الشهادات الملزمة رؤيتهم فعلاً الوحش المراوغ بيكفود؟ أم أن مهاجميهم كانوا جميعاً من البشر؟ الأجوبة المدهشة بعد قليل. وقائع غامضة. هل بيكفوت مجرد أسطورة أم أنه مخلوق حقيقي؟ يتجادل الناس حول هذا السؤال منذ فترة طويلة، ولكن من واجهوه عن قرب لا يشكون. قبل عدة سنوات وفي الرابع من يوليو ذهبت أنا وأبنائي للتسلق قرب البيت في أوتاوا. وصلنا إلى أخدودا وكانت هناك رائحة كريهة قوية. عندما نظرت حولي جذب شيء مظلم انتباهي عند قبر، وقلت في نفسي إنه صاحب الأرض التي نتنزه بها. لكنني تساءلت عن سبب ارتدائه قبعة فرو سوداء ومعطفا وقفازات وحذاء من الفرو الطويل. ثم خطر الأمر ببالي، كان طوله حوالي 14 قدما وكان مخيفا، بحيث حملت ابني الأصغر وركضت وأخبرت أبنائي الآخرين بأن يركضوا ولا ينظروا خلفهم. وعندما وصلنا البيت كان ابني الأصغر وعمره 5 سنوات مريضا ويرتجف. لم ألاحظ بسبب ارتباكي أنني حملته بالمقلوب، وقد كان قد رأى المخلوق وقال إنه تبعنا وإنه مومياء. عدد كبير من التقارير عن ساسكواتش قد تكون مخطئة، لأن أحدهم رأى جذع شجرة شكله غريب أو تشكيلا من الصخور أو دبا واقفا، وإذا لم يلاحظ فوهة ناتئة أو كتفين قريبين وساقين صغيرتين فسيبدو له أنه ساسكواتش. ولكن في الجهة المقابلة يحتمل أن أحدهم رأى ساسكواتش وافترض أنه دب واقف. لا شك لدي أن عددا من تقارير مشاهدات بيكفوت وربما أغلبها مجرد خداع أو خطأ بتحديد الهوية، ولكن يظل عدد من المشاهدات لا يمكن تفسيرها بسهولة، وهذا يتركنا مع احتمال وجود شيء هناك علينا إيجاده. ماذا رأى هؤلاء الناس فعليا؟ هل هو بيكفوت الأسطوري؟ المخلوق الذي هاجم مجموعة جبل سانت هيلين عام 1924؟ أم هل خدعتهم أعينهم؟ هل يحتمل أن المخلوق غير موجود على الإطلاق؟ رئيس المجلس الأمريكي للأنثروبولوجيا الجنائي قال عن بيكفوت: إما أن أعقد قدعة في تاريخ الأنثروبولوجيا استمرت منذ قرون دون أن تنكشف، وإما أن حيوانا غير بشري أشد شبها بالإنسان على الأرض استطاع البقاء بأجزاء من أمريكا الشمالية وبقي غير مكتشف من العلم الحديث. إذا كان الوحش الذي نسميه بيكفوت موجودا فعلا، فهل هو موجود في أمريكا الشمالية فقط؟ المخلوقات الشبيهة ببيكفوت تم الإبلاغ عنها حول العالم. في الهيمالايا يقبل شعب شيربا وجود مخلوق يسمونه ييتي، نحن نعرفه باسم رجل الثلج البغيض. في الصين وروسيا ثمة مخلوق اسمه ألماس يطابق بيكفوت، تم الإبلاغ عن رؤيته منذ قرون. ربما بسبب هذه الأساطير فإن الرجل العصري مستعد لتصديق قصة بيكفوت حتى عندما يتضح أن الدليل المزعوم هو خدعة. إحدى المشاهدات الموثقة الأولى لبيكفوت كانت في كولومبيا البريطانية عام 1880، عندما رأى ركاب قطار ساسكواتش صغيرا على صخرة وطاردوه وأفقدوه وعيه وأسروه وأخذوه إلى عربة حمولة ووضعوه في قفص، حيث عرضوه في أقرب مدينة وأسموه جاكو. وصف المخلوق بأنه شيء من نوع الغوريلا، طوله حوالي 4 أقدام ونصف ووزنه 127 باوندا، ويغطيه شعر أسود طويل. وفق الوصف اعتقد الناس أنه ربما ساسكواتش صغير، لكن هنا اختلطت القصة. رغم تضمين وصف للوحش في الصحف لم تكن هناك صور أو تقارير منشورة عن رؤية أحد لجاكو، وظهرت عدة نظريات لتفسير هذا. أولا ربما
أرسل جاك ليصبح مصدر جذب للعروض في إنجلترا، ويحتمل أن رجل الاستعراض بي تي بارنوم اشترى المخلوق لأنه بدأ بارنوم آنذاك يدير عرضا شعبيا كان يسمي جوجو الفتى ذو الوجه الشبيه بالكلب. تفسير آخر محتمل هو أن قصة جاك مجرد قصة متخيلة كخدعة من صحيفة للترويج لها. يبدو أن هذا كان يحدث، ونعرف أنه يحدث اليوم في حالة الصحافة الصفراء، وهو سبب رفض علماء كثيرين معاملة ساسكواتش بجدية. وهناك أيضا قصة رجل ثلج مينيسوتا. عام 1968 حققت جمعية في الأمور غير المفسرة فيما يبدو أنه جثة جديدة لثدي ضخم ذي قدمين يملأه الشعر وهي محفوظة في الثلج. قال مالك هذه العينة إنه وجده عائما قرب ساحل سيبيريا، ولتوقعه فرصة للربح عرضه بالعروض الجانبية للاحتفالات. وصلت الجثة بشكل ما إلى مينيسوتا، حيث حظي عالمان أخيرا بفرصة لفحصها، وشاهدا ما يكفي لإقناعهما بأن المخلوق العالق في الجليد حقيقي وأنه كان شيئا لم يره أي منهما سابقا. شجع حماسهما طلبا لفحصه من أحد غير معهد اسم سونيان. يبدو أنهما منحا طلبهما لأنه في مايو عام 1969 أصدر معهد سميثسونيان بيانا يقول إن رجل الثلج خدعة، وقالوا إنه مجرد مادة عرض في الاحتفالات مصنوعة للاحتيال. لاحقا ادعى صانع نماذج في هوليوود قيامه بالتزوير، ولكنه قال أيضا إنه صنعه عن الجثة الحقيقية. كما يزعم اعتقد مالك المخلوق أنه أثمن من عرض الأصل فرتب صنع نموذج عنه. المشكلة هي عدم رؤية أحد رجل ثلج مينيسوتا منذ إذن. أما زالت الجثة الأصلية موجودة في مكان ما، أم أن الأمر كله مثال آخر على خدعة بيكفوت؟ أيا كان، فإن قصة رجل الثلج تثير سؤالا وجيها. إذا صح وجود بيكفوت، فلماذا لم نجد الجثة؟ غالبية المجتمع العلمي لن تقتنع بوجود ساسكواتش حتى تظهر عينة ما، وقد تكون هيكلا عظميا أو عددا كافيا من العظام، ولكن الحصول عليها ليس سهلا كما يعتقد البعض. معظم الحيوانات تموت بإحدى طريقتين، إما تختار مكان موتها وإما لا تختاره. الحيوانات المقتولة لا تملك خيارا، ونرى هياكلها في مناسبات عديدة، والتي تختار مكان موتها حيث تظن أنها مريضة وتتعافى فإنها تذهب إلى أماكن منخفضة مخفية تحت النباتات، وعندما تموت فإن الحيوانات آكلة اللحوم تعريها وتغرق عظامها في الأرض أو تجرفها الأنهار ولا نعثر عليها أبدا. قابلت شخصا واحدا قال إنه وجد دبا مات ميتة طبيعية، وهناك 100 دب على الأقل مقابل كل ساسكواتش، وتعيش الدببة نصف أعمارها. مؤكد يوجد 200 هيكل عظمي لدببة مقابل هيكل واحد لساسكواتش. سنفاجأ إذا عثرنا على عظام ساسكواتش يوما ما. كمجتمع ومع تزايد السكان تصبح المساحة أقل فأقل. إن هذه المخلوقات لا يوجد منها الكثير على الأرجح. ستكون هناك مقابلات ومشاهدات أكثر عاجلا أم آجلا، فإذا كانت على ما هي عليه ستظهر جثة ما. ما لم يتم أسر أو قتل عينة ما، فعلينا الاكتفاء بأثر الأقدام وشهادات شهود العيان. لمعظم العلماء يثبت عدم وجود جثة أن نظرية بيكفوت خرافة. في الجهة المقابلة لا يمكن تجاهل الشهادات منطقيا. من الصعب تقبل فكرة أن الناس من أجزاء مختلفة من البلاد سيتفقون على وصف واحد ويدبرون آثار الأقدام بشكل مستقل. مرة أخرى قد يكون بيكفوت أذكى مما نظن، فتعلم أن الرجال الذين يأتون إلى الغابات يبحثون عما يصيدونه. أي يحتمل أن بيكفوت قرر أنه يفضل كونه أسطورة حية على أن يكون غرابة أنثروبولوجية ميتة.